واحنا اغلى ما عندنا البل، هذه هديه ما وراها جزيه لك. والله اي نعم تستاهلها والله. تنشهر اكثر منا بالوضع، وانت بالعراق قليل. والله نعم. وهذه جاتك هديه ما وراها جزيه. والله نعم منك. والله مرحبا ترحيب. لا والله ما توفر. لا والله انها علم. لا الشيخ هذا هداك البكره ذي. الله حيك. نعم السلام عليكم. احنا طال عمرك كان بغينا نعشيكم من عيالها، ولكن طال عمرك قال قال انكم اعتذرتوا وقلتوا احنا مرتبطين ولازم طال عمرك نعطيكم من طرفها. الله يطول عمرك. يستاهل. ونعم من الشيخ العزيز. الله يطول عمرك ابو جابر. ويطولهم باعمارهم ان شاء الله. يستاهلون يستاهلون. يطول عمرك. ويزيدهم عليك ويزيد خيرك ان شاء الله. الله يجزاك خير. اهلنا واحبابنا انت والله. الشيخ فهد هذه ابن منقيه الشيخ فيصل. هذه الصفر اللي انا اقول لك عليها. شوف هذه باقيها جايك الحين وراك. بغداد وين؟ هذه هاي بغداد. هاي بغداد. هذه بغداد. تسميها اربيل بعد. اربيل مو بغداد. هو هذه والله نعم. اربيل اليوم اربيل. اربيل ونعم والله ونعم. اربيل الوضع هذه اربيل. ما شاء الله. رجال العراق انك محبة والود رجال صيته ما شاء الله في كل العراق. ونحن صيته. واهل البيت يفرحون.